بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل باقي كلامنا على الجرافيتي سيتلينج تشامبرز، وبنشوف عندنا هنا اول حاجه الكولكشن افشنسي، المودلز اللي هنستخدمه ازاي بيتعمل، والاميشن كاركترستيك اوف سيتلينج تشامبر، وهنتكلم على الادفانتج اند ديز ادفانتجز اوف سيتلينج تشامبر. زي ما احنا قلنا انه من ضمن الحاجات المهمه جدا لاي جهاز ان احنا نفهم نظريه عمله، وبنقول اهم المزايا والعيوب في هذه الطريقه وفي هذا الجهاز. اذا احنا اخذنا كنترول اليمنت عندنا والعنصر اللي قدامنا ده، بنفترض عندنا انه انا عندي دي سي ان وده الفي جاز، الكروس سكشن اللي موجود عندي ابعاده هنا العرض بتاعنا دبليو والارتفاع عن هايت. لو جيت خدت اليمنت السيكنس بتاعها دي ال، فبقول انه عند الوجه ده الكونسنتريشنز بتاعنا بتاع البارتكلز سي، لو هيتشال منه جزء او التقط منه جزء يبقى الخارج بعد الالتقاط يبقى سي ماينس دي سي. واحنا هنا بنتكلم على انه السيتلينج فيلوسيتي او التيرمينال فيلوسيتي عندنا هي في تي. عندنا الدايركشن بتاعنا البوزيتيف دايركشن فروم تو ليفت، يعني انا واخد كده البوزيتيف دايركشن وابورد بوزيتيف دايركشن، يبقى اي حاجه عكسهم هتبقى اشارتها سالب. يبقى بنستكمل. طيب ايه اللي بيحدث عندنا؟ انا قلت عندنا العنصر ده، بنبتدي نشوف عندنا البالانس اوف بارتكلز فلو ثرو ديفرنشال فورم وذ هايت اتش اند ويدث دبليو زي ما احنا قلنا اند لينث دي ال. يبقى الريت اللي داخل بيساوي الريت اوت زائد الاكيوميليشن ريت. يبقى انا عندي كميه البارتكليت اللي داخله بتساوي كميه البارتكليت اللي خارجه بالاضافه لعمليه البارتكليت تم تراكمها او التقاطها. يبقى لو جينا قلنا الفي جي مضروبه في الاريا اللي هي الاتش اف دبليو في الكونسنتريشن، هيساوي الفي جي اللي خارجه في الاتش اف دبليو في السي ماينس دي سي زائد الجزء الاكوميليشن اللي هو ماينس في تي دبليو دي ال في سي. يبقى انا عندي الاكوميليشن ريت اللي موجود عندنا هنا احنا خدناه نيجاتيف عشان زي ما قلنا according to the direction which considered for the positive direction assumed during the revision this model. فبنقول عندنا انه بنلاقي انه by integration yield هيلاقي انه السميشن من سي ان الى سي اوت دي سي على سي بيساوي السميشن من 0 ل ال ماينس في تي دي ال على في جي. وبالتالي يبقى الكميه البنتريشن اللي هتحصل عندنا اللي هي الجزء البي تي اللي هي الفراكشنال بنتريشنز، يعني كم نسبه هتخترق سي اوت على سي ان، هلاقي انها بتساوي الاكسبوننشال بتاع ماينس في تي في ال على في جي. بنصل الى الكوليكشن افشنسي هي عباره عن 1 ماينس بي تي. نصل الى العلاقه اللي موجوده قدامنا دي واللي يلتمنا الفورمه الاخيره دي، الايتا بتساوي 1 ماينس اي اس ماينس في تي على في جي على ال. وبالتالي احنا بنقول هنا دي بتديني الافشنسي، وبنقول هنا as the chamber become longer and short height as particle terminal velocity increase and gas velocity decrease. يبقى انا عندي هنا دي هي المعادله اللي بتديني الكوليكشن افشنسي في الجهاز بتاع السيتلينج تشامبر، وهي زي ما احنا شفنا اكسبوننشال فورم. يبقى بلاقي هذا الايتا بتزداد باكسبوننشال فورم مع الفي تي على ال VG multiplied by H. لما نيجي بنقول ايه هي الكاركترستيك بتاعت السيتلينج تشامبر اللي هو عندنا، اول حاجة الاير فلو. بنقول انه design and construction of settling chambers are low up to من 4.25 متر مربع as size with flow rate up to 50 متر مكعب per second. يبقى دي بارامتر ديزاين تبقى معروفه بالنسبه لنا مثل هذه الاجهزه. الوسط جاز فلو كاباستي من 25% الى 5% بير سكند بير متر مكعب. طب التمبريتشر مثل هذا الجهاز، الانلت جاز تمبريتشر ليميتد باي تشامبر ماتيريالز حسب الماتيريال اللي احنا استخدمناها، وهذا الجهاز بيعمل لحد 540 درجة مئوية. يبقى احنا عندنا دي الكونديشنز بتاع التشغيل، البولانت لودنج. يبقى البولانت لودنج اللي هو عندنا اللي هو
الحمل بتاع الملوثات اللي موجودة عندنا ده بيشتغل لحد من 20 إلى 4500 جرام لكل متر مربع، سوري لكل متر مكعب. طيب أهم مزايا وعيوب هذا الجهاز، وده حاجة مهمة بالنسبة لنا عارفينها. الادفانتجز اوف سيتلينج الشامبر، لو احنا بصينا الجهاز فيري سيمبل، نو باور نو اني اكويبمنت تو رانينج ذا ديفايس، وبالتالي لو كابيتال كوست اند انرجي كوست. يبقى اول حاجه ان هو قليل التكلفه في الانشاء بتاعته، وتقريبا ما فيش انرجي كوست تستخدم. نو موفينج بارتس اند اكسلنت ريابيليتي. يبقى no moving parts and excellent reliability، يعني بنقول ان انا ما عنديش اجزاء متحركة وبالتالي بيكون متين، يعني ممتاز في المتانة. view maintenance problem، ما عنديش مشاكل صيانة، كل اللي بيحصل بس عندي تجميل particles، بنضف كل فترة من الفترات واجمع الاتربة اللي موجودة عندي. low pressure drop through the device. dry collection and disposal، ودي مشكلة عندنا، وبيعتمد على التقاط الجزيئات الدراي اونلي، فإذا كانت الجزيئات لزجة أو رطبة ما بيقدرش يلتقطها، يبقى دراي كولكشن اند disposal. طيب زي ما احنا قلنا الديز ادفانتج بتاعت هذا الجهاز لو كولكشن افشنسيز، يعني شفنا الكفاءة قليلة، زي ما قلنا unable to handle sticky or tricky materials، يعني غير قادر على التقاط اللي هي الماتيريال اللزجه او الرطبه، ولارج فيزيكال سايز، بياخد حجم كبير عندنا. دي مزايا وعيوب مثل هذا الجهاز. يبقى شفنا هذا الجهاز بيشتغل عند التقاط الجزيئات اللي هي حجمها كبير شويه، وبيلتقط الجزيئات الجافه فقط، لا يلتقط الجزيئات اللي هي الرطبة او اللزجة، وبنقول انه لارج فيزيكال سايز. طبعا مثل هذا الجهاز عندنا تكلفته قليلة، لكن انا ما بحققش بيه الهدف من التقاط كافة انواع الجسيمات اللي هي الفاين او الجسيمات الالترا فاين، ولذلك هنتكلم بعد كده نشوف انواع باقي الاجهزة التي تستخدم في التقاط مثل هذه الجسيمات. نلقاكم المحاضرة القادمة.